السلام عليكم، أنا منجي غانم. اليوم بدي أحكي كيف بدنا نضيف محتوى على صف أنشأنا في صفوف جوجل التعليمية. أنشأنا هون صف للعلوم، الصف فاضي لحد الآن جديد، أضفنا عليه طالبين، هاي الطلاب أضفناهم في حلقة سابقة. الآن بدي أبلش أنشر محتوى، فمن هاي الكبسة اللي عندنا هون في عندنا إشي اسمه إنشاء إعلان. فبداية أنا مثلا بدي أحط إعلان معين، هاي بدي أكبر هيك الشاشة، خلينا نشوف شو محتويات هاي الصفحة. بداية مشاركة مع صفك، بدي أكتب شو هو الإعلان، مثلا ترحيب بالطلاب، أهلا بكم في مساق العلوم في حياتنا مثلا، وأرجو الاطلاع على هذا الفيديو. هاي إرفاق ملف، وهاي من درايف، انك تحط ملف من درايف، وهي انك تستخدم في فيديو من يوتيوب، وهي انك تنشئ رابط. فانا بدي احط لهم هون فيديو معين، مثلا اذا معي عنوان اليو ار ال مباشرة بحطه، او هون مثلا بكتب العلوم في حياتنا، لنفترض هيك انه اي فيديو بيطلع معي، يعني مثلا هيك ما هو تأثير العلوم في حياتنا. طيب هاي اذا انا هون من الشاشة هاي شو عملت؟ كتبت المشاركة وحطيت فيديو، أرفقت الفيديو. طيب شو هاي الخيارات اللي عندنا هون؟ الخيارات اللي عندنا هون إنه الإعلان اللي أنت كتبته بتقدر تحط لأي صف، هل هو للعلوم في حياتنا ولا بدك تعلن لكل الصفوف الموجودة عندك؟ أنا عندي كمان صف، لا أنا بدي أعلن بس للعلوم في حياتنا، فبتقدر تحط للعلوم في حياتنا ولا تطبيقات جوجل للصفين. فأنا بدي لا للعلوم في حياتنا. طيب الإعلان هل هو لكل الطلاب ولا لطلاب معينين؟ لا أنا هون عندي لكل الطلاب، تقدر إنك أنت تلغي كل الطلاب وتحطه فقط لطالب معين أو لمجموعة من الطلاب، إذا أنت مقسم الطلاب لمجموعات، إذا هذا برضو أوبشن منيح، خيار منيح. الآن هون الموضوع، شوفوا هاي مهمة، الموضوع يعني الإعلان اللي أنت حطيته هل يتبع أي موضوع في المادة؟ يعني مثلا مواضيع المادة عن الحركة، عن الصخور والمعادن، عن المواد الكيميائية في الطبيعة، هذا الموضوع اللي أنت حطيته أهلا بكم هل يتبع أي موضوع معين؟ لا، أنا أصلا بعده ما في عندي مواضيع. إذا يتبع موضوع معين بتروح بتختار الموضوع من هون، بس أنا حاليا ما عنديش مواضيع بالمرة، أصلا مش ضايف مواضيع، فبتقدر أنت تعمل إنشاء موضوع. الموضوع مثلا شو هو؟ اسمه مقدمة إلى المساق. إذا أنت أي إشي يخص مقدمة إلى المساق بدك تحطه، هاي إنتر، تمام. إذا صار الموضوع مقدمة إلى المساق، هاي المشاركة وكل الخيارات اللي حطيناها هون. طيب الآن شو الخيارات اللي عندك؟ هل إرسال خلاص إنك ترسله، ولا جدول زمني إذا بدك أنت هذا الإعلان ينشر مش اليوم، بدي إياه ينشر في وقت معين، فبضغط على جدول زمني إني بديش إياه اليوم ينشر، بدي إياه ينشر بكرة مثلا الساعة 8 الصبح، فأنت بتحط جدول زمني هيك ينشر بكرة الساعة 8 الصبح. أو إذا بدك بتعمل حفظ المسودة، إنك أنت تحتفظ فيه كمسودة وبعدين بتشوف شو بدك تعمل فيه. أنا بدي أعمل حاليا إرسال، تمام. إذا شوفوا شو صار عندي هون، أولا صار في عندي موضوع اسمه مقدمة إلى المساق، وهاي هون في قسم المواضيع صار في عندي موضوع اسمه مقدمة إلى المساق. الآن من هون تقدر تضيف مواضيع أخرى أنت، مثلا بدي أضيف موضوع اسمه الحركة إضافي. الآن هاي الحركة فاضي، هذا الموضوع لو أضغط عليه ما في أي مواضيع، شوفوا بس مقدمة إلى المساق في موضوع واحد يتبع هذا الموضوع، في هون منشور واحد يتبع هذا الموضوع. طيب بدي أرجع لهون، إذا صار في عندي هون مقدمة إلى المساق أهلا بكم، وهاي الفيديو اللي موجود عندي. لو نيجي هون على صفحة لسناء، أحد الطلاب الموجودين عندي، شو كيف شكل الصفحة عندها؟ شوفوا مقدمة إلى المساق أهلا بكم، وماشي حضرة الفيديو بدها تكتب لي تعليق، شكرا مثلا أستاذ على هذا الفيديو الجميل، تمام. إرسال، أرسلت هي مشاركة. طيب لو أنا آجي أشوف المشاركة هاي هون، بعمل هيك ريفرش، أنا كمعلم
شوفوا شو أجاني، إنه سناء هيها كتبت مشاركي، بقدر أنا أرد أضيف لها مشاركي، وهكذا. هذا كلياته على على المنشور اللي أنا نشرته هون. طيب بدي أرد أعمل كمان إعلان، أو كمان محتوى بس مش من نوع إعلان، بدي أعمله من نوع إنشاء مهمة. هاي إنشاء مهمة، مثلا بدي أعطيهم مهمة معينة. هاي المهمة أنا خلاص هسا بدي أفترض إني مشيت بالمساق، هاي المهمة تتبع العلوم في حياتنا ولكل الطلاب مش لطلاب معينين. العنوان، شو عنوانها هاي المهمة؟ إنه مثلا بحث صغير عن الحركة، لأني بدي أبلش أحكي لهم عن الحركة، بدنا نفوت بموضوع الحركة. التعليمات، البحث لا يتجاوز الصفحتين مثلا. الموعد المطلوب، طيب متى بدك إياه تاريخ استحقاقه؟ الموعد المطلوب من هون تقدر تحدده، تضغط هون وبتقول إني بدي أعطيهم لحد 20 يناير. الوقت، شوفوا بالضبط بتقدر الوقت وينتا، ليش؟ عشان أنا بدي أفتح الموضوع هذا معهم أو أقيمهن في 21، فالوقت بحطه على 11:59 مساء، آخر وقت في 20:01. تمام، هاي أنا حددت في 20 يناير الساعة 12 بالليل يغلق باب تسليم المهمة. طيب هذا الموضوع بتبع أي موضوع في في المساق؟ هل مقدمة إلى المساق هذا ولا الحركة؟ لا، يتبع الحركة. إذا يتبع موضوع جديد بعمل إنشاء لموضوع، بس هذا يتبع الحركة. تمام، إذا صار في عندي هون مهمة أرسلتها لكل الطلاب، موعدها في 20 يناير الساعة 12 بالليل بتنتهي، تتبع موضوع الحركة. هل أعمل تعيين؟ خلاص أعين هاي المهمة، ولا نفس المبدأ في إعلان لما عملنا إنشاء إعلان في جدول زمني وحفظ مسودة؟ لا، تعيين خلاص. إذا هاي تعيين. تمام، شوفوا شو صار. أنا كمعلم شو ظهر لي؟ ظهر لي إنه في موضوع الحركة مهمة، هاي إشارة هون، إشارة المهمة التاسك، وهون موعد التسليم في 20 يناير، وهون أعطاني ملاحظة، شوفوا موعد التسليم السبت الساعة 11:59 بحث صغير عن الحركة، وهون البحث لا يتجاوز صفحتين، وهون شو بعطيني؟ صفر، لم يتم إنجاز أي مهمات، يعني ولا طالب أنجز هاي المهمة، وهي هم 2 عدد الطلاب اللي لازم ينجزوها. فلو أضغط على 2 بيعطيني إنهم هاي هم الطلاب اللي لازم ينجزوها، واللي أنجزوها ولا واحد، هاي هم صفر لم يكتمل، واللي لم يتم إنجازها هاي هم. طيب خليني أرجع هون، أروح على صفحة واحد من الطلاب، هاي صفحة واحد من الطلاب. كيف الصفحة عنده؟ إنه في عنده الحركة وفي عنده بحث صغير. طيب هون ما عندوش هو عدد الطلاب وهاي الأمور لأنه هو طالب، هون شو في عنده؟ فتح، هاي فتح. شو هاي الشاشة يعني؟ أنا مش فاهمها. طلع هاي الشاشة شو؟ من هون بيقدر الطالب يضيف إشي معين، يا إما رابط، يا إما ملف، يا إما من جوجل درايف، يضيف إشي من جوجل درايف. بجوز هو عمل المهمة وكتب صفحتين ورفعها على جوجل درايف، بروح بجيبها من جوجل درايف. أو من هون بقدر يعمل إنشاء مباشرة لإيش؟ لمستند. هاي مثلا بفتح مستند، أنشأ مستند مباشرة. شوفوا شو اسم المستند، مستندات جوجل طبعا، اسمه سناء غانم اللي هو اسم الطالب، وهون بحث صغير عن الحركة اللي هو عنوان المهمة اللي أنا أنشأتها. طيب فبيجي بضغط عليها الطالب، فبيفتح عنده مستندات جوجل، بيجي بيكتب هون صفحتين عن الحركة، بيكتب اللي بده إياه هيك كذا 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 مثلا، هاي اللي كتبه خلينا نقول، وخلص بده يسلمه، بده يخلص. شوفوا هون شو في إشارة، هاي مش موجودة في مستندات جوجل بشكلها الطبيعي، ولكن لأنه مستندات جوجل هذا المستند تم إنشاؤه من خلال كلاس روم، من خلال صفوف جوجل التعليمية، صار هون يطلع عنده كبسة إضافية اسمها تسليم، إنه يسلم هذا الملف اللي عمله. هل خلص يسلمه للمعلم؟ طيب هاي ممكن مثلا ما ينتبه لهاش الواحد، فبيجي بسكر الملف، فهون إذا نسي هو
هون بيجي بتفرج على الملف فبلقى هون انه هاي لم يتم انجاز هالمهمة لانه ضايل انه يضغط على كبسة تسليم. اذا اجت سناء انشأت مستند من هون من جوا صفوف جوجل وهسا بدها تسلمها تضغط تسليم. شو بصير؟ هل تريد تسليم عملك؟ واحد مرفق سيتم تعيينه لبحث صغير عن الحركة. يعني انت عملت مرفق واحد بس انك ارفقت ملف مستندات جوجل، خلاص انت هيك متأكد؟ بلاش انه مثلا الطالب يكون مرفق ملف وحاطط فيديو بس ناس يحط الفيديو، فهو برد يذكره بقول له انه المرفقات عندك واحد. تمام تمام تسليم اوكي. هاي شو حكاله؟ تم تم تسليم فرضك الدراسي المدرسي. الان لو نروح للمعلم، هاي هون المعلم شو صار عنده؟ صار عنده في واحد تم انجازها وواحد لم ينجزها. طب لو يدخل هون على تم انجازها بلقى انه هاي سناء انجزتها. شوفوا اكتمل، هيها سناء، لم يكتمل، هيها حنين. تمام، بيجي الاستاذ بيفتح الملف فبلقى هون انها كاتبة. شو هذا اللي كاتبته؟ هاي خرابيش، اذا شكلها سناء مش منتبهة. فانا شو باجي بعمل؟ بحدد لها هون وبعمل لها تعليق. ما هذا يا سناء؟ هيك انه شو هذا اللي مسلمتيني اياه؟ وهي تعليق. اذا حطيت لها انا تعليق جوا الملف انه شو هذا اللي معطيتيني اياه؟ انه شكلها مخربطة. بسكر الملف. تمام، الان باجي هون على سناء بحدد وبضغط على اعادة. بحكي لي سيتم اشعار الطالب ويمكن ان يتحقق من اي درجة قد تركتها. انا بعد مش حاطط درجة وهسه بدي ارسلها يبدو انك لم تنتبهي لما كتبتي يا سناء. هيك هذا تعليق خاص بروح لسناء وما حطيتش درجة إعادة. تمام، هاي تم إرجاعه. أنا شو في عندي صار اسمه؟ تم إرجاعه. حنين ليس هناك مرفقات لم يتم إنجازها لحد الآن. طيب تعال نروح لحساب سناء هون مثلا وهيك نعمل ريفرش للصفحة. بتيجي هون سناء بتفتح حسابها بتلقى إنه هاي المهمة شو صار مكتوب؟ تم إرجاعه. ليش؟ فبتيجي تعمل فتح تفتح الملف وينه؟ هيو الملف هذا اللي سلمته. تيجي تشوف ليش تم إرجاعه؟ طالما تم إرجاعه إذن يعني الأستاذ شافه. تفتح الملف تلقى إنه هون هيو ما هذا يا سناء؟ إيه تتفرج بتلقى فعلا إنه شو هذا اللي أنا معطيه للأستاذ. فبتيجي تيجي هون تمسح الموجود وتكتب له رد أعتذر تم التعديل، رد اعتذر تم التعديل. بتيجي بتمسح هون وبتكتب اشي ثاني وبتعدله وبتعمل اشي مرتب. بتيجي من هون تضغط تسليم، خلص انها بدها تسلم المهمة. ومثل ما حكينا من هون بترد تعمل تسليم عشان تسلم المهمة. عند الأستاذ هون لو يرجع على الفصل الدراسة وهي هيك ريفريش، هون صار في عنده طبعا انه تم انجازها. هاي سناء اعيد تقديمه، شوفوا اعيد تقديمه، ردت سناء قدمت لي هذا البحث كمان مرة. بضغط عليه فبلقى هون انه تعدل الملف. والتعليق اللي انا كتبته طيب وينه؟ وين راح؟ باجي هون على التعليقات بلقى اني انا هون كنت كاتب لها ما هذا يا سناء و فهي كاتبت لي اعتذر تم التعديل وخلص. اذا تم حل المشكله ما بيني وما بين الطالب اللي خربط في الملف. الان وانا فاتح الملف شوفوا هون سناء فاتحه الملف بنفس الوقت، فبقدر اعمل دردشه مع سناء واحكي معها من هون في داخل الملف، وهي حكيناها في حلقة مستندات جوجل الخاصة بالدرايف. الآن بما أنه تم إنجازها إذن هون خلص هو شافها وشافها ممتازة. طب بدي يحط لها درجة، هي مهمة هاي، إذن شو بيجي هون بيعمل؟ إضافة درجة. طب من قديش أحط الدرجة؟ 10؟ لا طلع على طول بذكرك أنه هاي من 100، دير بالك هيها هون النقاط
من 100 موجودة. طيب إذا قديش النقاط بدك إياها تكون؟ هاي بدي إياها مش مستاهلة من 5. هاي صارت النقاط 5. طيب الآن سناء كم بدك تعطيها عليه؟ بدي أعطيها 4 من 5. أنا خربطت أول مرة فبدي أنقصها فقط علامة. طيب لم يتم إرجاعه، شوفوا العلامة ما راحتش لسناء. طيب هيها حددت سناء وإعادة. الآن شو بصير؟ بحكي لي إنه سيتم إشعار الطالب أن يتحقق من أي درجة قد تركتها؟ إعادة. الآن لو نروح على حساب سناء، شوفوا شو عندها؟ 4 من 5. شوفوا المنظر ما أحلاه لما تفوت هي على البحث. طبعا يا هون بتكون هيك، شو بحكي لها هون؟ تم إرجاعه. كمان مرة لو تفوت هون على البحث بتلقى إنه تم إرجاعه وأربعة من خمسة جايبة فيه. الآن لو أجي أرجع هون على على صفحة المعلم، شوفوا أمام هاي المهمة صار في عندي 3 خيارات، مش تم إنجازها ولم يتم، صار عندي تم إرجاعها، عشان أعرف برضو الطلاب اللي أنا راجعت ملفاتهم ورجعت لهم إياها وردوا رجعوا لي إياها كم واحد. فهون صار في عندي تم إرجاعه هيو لسناء، تم إرجاعه ولم يكتمل لحنين. لو في طلاب اكتمل بصير في قسم هنا إنه أنجز المهمة، فهون بقدر أفلتر إنه الكل عرض لي الكل أو عرض لي اللي اكتمل. طبعا فيش حدا اكتمل عشان هيك ما في ديسيبل. لم يكتمل هيو واحد، وتم إرجاعه هيو واحد. إذا في حلقة اليوم تعلمنا كيف ننشئ إعلان أو مهمة وكيف يتعامل معها المعلم أو الطالب، وشفنا كل هذا الحكي بشكل تطبيقي. أتمنى أنكم تستخدموا هذا اللي إحنا عملناه وتنشئوا مهام وإعلانات وتضيفوا طلاب وتحاولوا أنكم تتبادلوا المهمات وتفرجونا شغلكم في التعليقات. شكرا لكم، بتمنى تكونوا استفدتم.